السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور أشرف فهمي معاكم. بقدم لكم مادة ثقافية واحد كالتشر وان بقسم الترجمة الإنجليزية في لسانس الآداب بنظام التعليم الإلكتروني المدمج. الكالتشر من المواد اللي تعتبر مواد ثقافية تاريخية شوية. في 5 موضوعات هنختار منهم موضوع واحد. Write a research paper on only one of the following topics. هنختار واحد من الموضوعات دي حسب الدروس المتاحة والمطروحة عندكم في الكتاب الخاص بيكم اللي هو كتاب المادة، بالإضافة إن احنا نقدر نلجأ لبعض المصادر عربية أو عالمية علشان نكمل معلوماتنا بخصوص الكلام ده. Number one, the Pine Tapestry is seen by historians as a fantastic artistic chronicle of the Norman invasion and conquest of Britain. Its imagery and inscription, Latin writings explaining an image, all embroidered using wool yarn served onto linen clothes, give a rich representation of a critical historic moment as well as providing an important visual source for 11th century Anglo-Saxon needlework. بيتكلم عن حاجة اسمها البايو تابستري اللي هي المنسوجة اللي شبه السجاد اللي بيتعلق على الحيطة كده، اللي كان متسجل فيها أحداث تاريخية كبيرة جدا منها غزو النورمان. المؤرخين شافوها على إنها عمل فني رائع جدا، كان يعتبر فيه تسجيل تاريخي للغزو النورمان لبريطانيا. الحروف بقى اللي منحوطه عليها، الكتابه اللي مكتوبه بيها، طبعا الكلام ده معمول بخيوط من الصوف الملون والكتان، وده عمل تسجيل تاريخي نقدي زي ما اعطانا كمان مصدر مرئي للنيدل وورك او الاعمال الحرفيه المنسوجيه او النسجيه اللي هي خاصه بالنسيج يعني في عصر الانجلو ساكسون في القرن ال11. ده اول موضوع، وده الموضوع الوحيد اللي مختلف عن 115 في التعليم المفتوح. باقي الموضوعات هي بقى بالظبط زي 115، علشان كده ورشة العمل للكالتشر وان هتكون تدمج الاثنين، تدمج التعليم المفتوح 115 والتعليم المدمج 1105. طب ايه الموضوعات التانية اللي ممكن نختار منها؟ نمبر 2، ويليام اوف نورماندي. In William of Normandy's conquest of England in 1066 changed England and its people forever. Some historians see William's rule as the beginning of the modernization of England, its economy, its laws, its architecture, and its language, while others see that William was a brutal dictator who excessively dealt with rebellions and controlled England for his own interest. هنتكلم عن ويليام اوف نورماندي وغزو الانجلترا في 1066 وازاي غير انجلترا وشعبها للابد. في بعض المؤرخين شايفين ان حكم ويليام كان بداية للعصرية في انجلند، يعني الحداثة العصرية والثقافة والقوانين والاقتصاد والمعمار واللغة. وفي آخرين شافوا إنه هو كان ديكتاتور وحشي ظالم، كان بيتعامل بشكل مفرط مع الثوار أو مع المتمردين أو المعارضين، وحكم إنجلترا لاهتماماته الخاصة فقط. يعني هنتكلم عن ويليام أوف نورماندي من وجهتين النظر. نمبر 3، Two of the most famous figures of Britain resistance during the Roman colonization of Britain are the Celtic leader Caractacus and Queen Boadicea. Their stories show the strength and struggle of British people against the Roman invaders. Both have become symbols of national history and the fight for freedom.
اتنين من المشاهير في المقاومة البريطانية أثناء احتلال الرومان لبريطانيا كان القائد من الكلت كراكاتس والملكة بوديكا. قصتهم كان فيها قوة وصراع ونضال الشعب البريطاني ضد الغزاة الرومان. هما الاتنين كانوا رمزين للتاريخ القومي وللمقاومة والمحاربة من أجل الحرية. يبقى الموضوع الثالث إن احنا ممكن نتكلم عن الرمزين كراكيتوس أو وكوين بروديكا كرمزين للنضال والمقاومة ضد الاحتلال. نمبر فور، والموضوع الرابع: As they did with all their kindness, the Romans introduced to Britain concepts like clean water and sanitation. They constructed a complex system of sewers and drainage aqueducts and pipes that brought fresh water to cities and towns and public bath complexes and public toilets called latrines. Although we take these health improvement of granted today, they were very advanced technologies to the British people at this time and drastically affected their way of life. Remains of these improvements can still be seen in British cities and towns. الموضوع الرابع بيكلمنا عن الرومانز واللي هم قدموه، خصوصا في مفهوم المياه النظيفة والنظافة الشخصية اللي ظهرت في النظام الصرف المعقد الحديث اللي هم عملوه عن طريق مواسير وبتجيب المياه النظيفة للمدن والحمامات العامة اللي كان ليها اسم لاترينز. ورغم ان ده دلوقتي شكله حاجة عادية، ان ده حاجة يعني طبيعية، الا ان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده كان يعتبر تكنولوجيا متقدمة جدا هم قدموها لبريطانيا. وفي آثار لهذه التحسينات لسه موجودة ولسه متشافة لحد دلوقتي في المدن البريطانية. يعني ده لو حد حابب انه يختار الموضوع ده، رغم اني محبسش كده، يعني شايف كل الموضوعات كويسة بس الموضوع ده بصراحة مش عاجبني. يعني نمبر 5، في بقى التوبيك نمبر 5 اللي ممكن نختاره برضو، هو ذات شارتر اوف ليبرتيز which was assured in 1100 by the Norman King Henry I was the first proclamation in the history of Britain limiting the power and authority of a king by the king himself. The Charter of Liberties inspired the issuing of the Magna Carta, the Great Charter of Rights, in 1215 when English barons forced King John to limit his powers. هنتكلم عن حاجة اسمها وثيقة الحريات اللي تم إصدارها سنة 1100 عن طريق ملك النورمان هنري الأول، وده كان يعتبر أول إعلان في تاريخ بريطانيا يحدد سلطة الملك بالملك نفسه، يعني الملك هو اللي عمله عشان يحدد سلطاته. وكانت كمان الـ Charter of Liberties أو وثيقة الحريات هي الملهمة لإصدار الوثيقة المشهورة الأخرى اللي اسمها ماجنا كارتا، اللي هي وثيقة الحقوق في 1215. ودي ما كانتش بمزاج الملك بقى جون، دي كانت بإجبار البارونز، أجبروه إن هو يحد من سلطته. دول الخمس موضوعات اللي احنا هنختار ما بينهم، شبيهين جدا بأربع موضوعات متشابهة بينكم وبين 115 ثقافية واحد تعليم مفتوح. يبقى ان شاء الله ورشة العمل 115 و1105 كالتشر 1 هتكون مشتركة. تواصلوا معايا للاشتراك في ورشة العمل علشان نقدر ان احنا نشتغل مع بعض في الامتحان البحثي الخاص بالمادة الثقافية كالتشر 1، تعليم مدمج وتعليم مفتوح. دكتور أشرف فهمي، جود لك.